بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اليوم سنقوم بدراسة الوحدة الخامسة التي تتحدث عن إدارة الخطر والتأمين. الخطر لا تخلو الحياة من المخاطر التي تتعدد أسبابها وتتنوع والتي تلحق الخسائر بأصحابها. لذا أصبحت دراسة المخاطر وسبل مواجهتها ضرورة ملحة للحيلولة دون وقوعها، أو على الأقل الحد من معدلات تكرارها وبالتالي تقليل الخسائر التي تترتب على حدوثها. وفي هذا السياق يعد التأمين أحد أهم الطرق في إدارة المخاطر. سنتناول الآن في هذه الوحدة توضيح مفهوم الخطر، ونستنتج أركان الخطر، وبالتالي نوضح مسببات الخطر. نبدأ بمفهوم الخطر. مفهوم الخطر هو: يتعرض الإنسان منذ القدم لمخاطر متعددة أدت إلى الكثير من الخسائر المادية والمعنوية. تختلف هذه المخاطر في طبيعتها ونوعيتها وحجم الخسارة المترتبة عليها. فقد تكون هذه الخسارة لخطر حوادث شخصية أو تهدد الممتلكات كالحريق والسرقة أو الزلازل أو غير ذلك من الكوارث الطبيعية. ما هو الخطر؟ هو احتمال وقوع حدث معين ينتج منه خسارة مادية أو معنوية. إذن الخسارة قد تكون مادية وقد تكون معنوية. ما رأيكم الآن لو ناقشنا مع بعض الأمور؟ هل مررت يوما بموقف شعرت فيه بخطر داهم نتيجة تفاعلك مع هذا الموقف؟ ما نوع هذا الخطر؟ هل كان الخطر وقوعه أكيد مؤكد أم لا؟ نبدأ. إذا ألحق أحد الأشخاص الضرر متعمدا بأحد ممتلكاته، هل يعد هذا خطرا؟ أحسنتم، لا. لماذا؟ لأنه تعمد. الآن ما هي الكلمة المفتاحية في هذه الجملة؟ إذا ألحق أحد الأشخاص الضرر متعمدا، إذن انتهى الأمر، لا يوجد خطر. ما معنى احتمالية أو وقوع الخطر أن تكون نسبته 0%؟ من خلال دراستك للاحتمالات في مادة الرياضيات، هل يعد هذا خطر؟ أحسنتم، لا يعد خطر. لماذا؟ لأن احتمالية الخطر 0%، أي مستحيلة الحدوث وبالتالي لن تحدث. إذا كانت نسبة احتمال وقوع الخطر 100%، فهل يعد هذا خطرا؟ أحسنتم، لا يعد خطر. لماذا؟ لأن هذا الحادث أو الخطر 100%، إذن هو أكيد الوقوع وبالتالي لا تستطيع شركة تأمين أن تؤمن على خطر من المؤكد حدوثه. ما نوع الخسائر الناجمة عن خطر ما؟ الخسائر هي مادية ومعنوية. هل يمكن قياسها وتعويضها؟ إذن المادية يمكن قياسها وبالتالي تعويضها، أما المعنوية فلا يمكن تحديدها وقياسها لكي يتم التعويض. وهنا نأتي إلى أركان الخطر. أركان الخطر الذي يمكن تعويضه 3: الأولى الاحتمالية وعدم التأكد. نعود لما قلنا إذا كانت النسبة 0%، بالتالي فهي مستحيلة الحدوث. والآن بعد أن انتهينا من
تحديد المسببات. أريد أن أتناقش معكم في نقطة معينة. هناك كلمة الحرائق وإشعال الحرائق، هل هناك فرق بين هذين المفهومين؟ الحرائق كاشتعال الغابات وتمتد نيرانها كي تصيب منازل فتؤدي إلى خسائر مادية. إشعال الحرائق، إشعال الحرائق أتوقف برضو نقطتين. النقطة الأولى، إذا كان متعمدا فهو ليس له تعويض، وإن كان إشعال الحرائق غير مقصود يؤدي إلى نفس النتيجة، وبالتالي هناك فرق بين الحرائق وإشعال الحرائق. فقد اعتبرنا الحرائق طبيعية بينما اعتبرنا إشعال الحرائق شخصية. إشعال الحرائق شخصية أما الحرائق طبيعية. الآن علل ما يأتي. إهمال الخسارة المعنوية عند تعويض الخطر، لماذا؟ أحسنت، يتم إهمال الخسارة المعنوية عند تعويض الخطر لأنه لا يمكن قياسها أو تحديد قيمتها، وبالتالي التعويض عن هذه القيمة. فسر، يتم تعويض الخسارة المادية، نعم، لأنه يمكن قياسها، وعند قياسها أصبح الآن التعويض متاح لهذا المبلغ أو هذا القياس. أعود فأذكر، تحدثنا اليوم عن مفهوم الخطر، وتحدثنا عن أركان الخطر، وقلنا أنهم ثلاث أركان: أن يكون احتمالي الوقوع، أي لا يكون 0%، بالتالي فهو مستحيل الوقوع، أو أكيد الوقوع إذا كانت النسبة 100%. 2، عدم التصنع، أن يكون تلقائي عفوي غير مقصود أو متعمد. 3، أن يكون الخسائر كما تحدثنا منها المالية والمعنوية. أما الآن نتحدث عن آخر النقاط التي تحدثنا فيها، وهو مسببات الخطر. وقلنا أن مسببات الخطر نوعين. النوع الأول هو خطر طبيعية، مسببات الخطر الطبيعية، وهي مجموعة الظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين، وأعود فأؤكد الحرائق. أما مسببات الخطر الشخصية وهي النوع الثاني، تكون مجموعة الحوادث الناتجة من تدخل الإنسان سواء بقصد أو من دون قصد، كاصطدام السيارات والسطو والشيخوخة والمرض، نعم، وإشعال الحرائق. وهذا هو الذي يبين الفرق بين نوعية الطبيعية في الحرائق ونوعية الشخصية في إشعال الحرائق. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتعرض إلى التأمين وعقد التأمين وأهم المكونات الموجودة في هذا العقد.